بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي لقاء مع عالم. لقاؤنا في هذه الحلقة مع واحد من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أيضا ضيفنا عضو في جامعة الإمام محمد بن فوزة الإسلامية، بل هو أستاذ في أحد المعاهد التابعة للجامعة، يدرس في المعهد العالي للقضاء. له أنشطة عبر وسائل الإعلام، له أنشطة أيضا صحفية، ولعلكم أيضا تابعتم الكثير منها. لا أطيل في المقدمة، فأدع الكلام لضيفنا كما يتفضل بالحديث عن نفسه فيعذب بنفسه. فنرحب بضيف البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، محدثكم هو صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان. أهلا وسهلا، حياكم الله. المولد لو تكتمتم؟ في مولد في القصيم. نعم. في بلدة الشناصية في القصيم، وفي عام 1354. نعم، في عام 1354. نعم نعم. التحصيل العلمي؟ التحصيل العلمي دراسة نظامية. نعم. ابتداء من المدرسة الابتدائية إلى أن تخرجنا من الجامعة والحمد لله، ويضاف إلى ذلك المشاركة في حلقات جعل العلماء كحلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في بريدة، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد أيضا في بريدة، وحضرت أيضا كثيرا من حلقات تدريس المساجد. نعم. بعضها شاركت فيه، وبعضها كنت مستمعا مع الحاضرين واستفدت منها، والحمد لله. الحمد لله. خيرا كثيرا، إضافة إلى المقررات التي درستها في المراحل الدراسية. نعم. وفيها الخير الكثير، الحمد لله. الحمد لله. شاركتم في الحلقات العلمية في المساجد، بمعنى أنكم درستم أيضا في الحلقات بعد التخرج من الجامعة؟ نعم نعم، لنا مشاركة الحمد لله. الحمد لله. ولدينا طلبة في المسجد الجامع الذي أنا إمام وخطيب فيه. نعم. لا تزال في ليالي الأسبوع حلقات دراسية. نعم. في مختلف العلوم العربية والفرائض والفقه والسيرة والعقيدة. ما شاء الله. بارك الله فيكم. هل هناك من تحصيل علمي آخر بعد الكلية؟ التحصيل الحمد لله متواصل. الحمد لله. وطالب العلم لا يقف عند حد. نعم. أو ينتهي إلى نهاية. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ويقول جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه لا يزال يحتاج إلى جديد. نعم نعم. ويعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. نعم. والحمد لله، من خلال مطالعاتي وخلال مذاكراتي مع
طلبة مع الإخوان ومن خلال تدريسي في الجامعة الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنين طويلة ولا أزال الحمد لله من خلال ذلك كله فإني في سن التحصيل جازلت وأنا بحاجة إلى الزيادة مهما كان. الجميع لم يشبع من العلم. لعل السؤال يتضح في النقاط التالية. أولا، هل هناك شهادة غير شهادة الكلية؟ هي شهادات الجامعة مراحل الدراسة كلها. ما هي؟ شهادة الكلية، كلية الشريعة. نعم. التي تسمى البكالوريوس. نعم. وشهادة الماجستير أيضا من كلية الشريعة. نعم. وشهادة الدكتوراه أيضا من نفس الكلية، كلية الشريعة. نعم. نعم. أيضا هذه هي الشهادات التي عندي. نعم. الأطروحة للماجستير عما كانت؟ الأطروحة للماجستير كانت في كتاب المواريث، في فن المواريث. نعم. وأتفقت فيها رسالة. نعم. نوقشت والحمد لله ونالت درجة الامتياز. ما شاء الله. وقمت بطبعها، أو بالأصح تفضلت بطباعتها كلية الشريعة، نفس الكلية التي تخرجت منها، قامت بطباعة هذه الرسالة. نعم. وجعلتها كمرجع في عيد الطلبة في هذه الكلية ولا تزال. ما شاء الله. طرحت الدكتوراه. أما طرحة الدكتوراه فهي في موضوع الأطعمة، لا يحل منها وما يحرم بالأدلة. نعم. وقد نوقشت أيضا من قبل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أولا، من قبل معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن تركي عضوا، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عتيفي حفظه الله مشرفا عليها، تنالت والحمد لله درجة الشرف. ما شاء الله. ما شاء الله. فضيلة الدكتور صالح، هناك كثير من الطلبة يحاول أن يربط رسالة الماجستير بالدكتوراه، هل ترون أن لهذا المدرس؟ كيف يربطها؟ يجعل الموضوع واحدا أو متصلا أو أوسع، يجعل رسالة الدكتوراه أوسع من رسالة الماجستير، إنما في نفس الباب. هو يشترط أن تكون رسالة الدكتوراه في نفس التخصص الذي كتبت فيه رسالة الماجستير، في نفس التخصص. بمعنى الفقه مثلا، أو التوحيد أو النحو أو الوصول، لا بد أن يكون الفن متحدا بين رسالتين، هذا شرط أساسي. وأما نفس الموضوع فلا يجوز استقراره إلا إذا تغير نفس البحث، لأن كان بحث الدكتوراه مختلفا عن بحث الماجستير، وإن كان الموضوع واحدا كما لو حقق مثلا أول مخطوطة في الماجستير وحقق بقيتها في الدكتوراه، فهذا يسمح به فيما أعلم. لأنه إن كان الكتاب واحدا إلا أن مواضيعه مختلفة. وكذلك إذا كان الموضوع الذي أخذ الطالب في الماجستير كان الموضوع متشعبا، أخذ الماجستير منه في شعبة وكمل رسالة الدكتوراه في شعبة أخرى من نفس الموضوع نفس البحث، فلا بأس بذلك. أما أن يتكرر الموضوع هو نفسه فهذا لا يصلح به. بارك الله فيكم. بعد أن عرفنا هذه القواعد من فضيلة بيتنا دكتور صالح بن فوزان الفوزان، أسأل لو كرمتم عن الأعمال التي قمتم بها من بعد التخرج من الكلية والتي لازلتم تمارسونها حتى الآن.
الأعمال هي التدريس في كل مراحل العمل. كنت مدرسا في الابتدائي ثم التحقت بالمعاهد العلمية، وبعد التخرج من الجامعة درست في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة مدة طويلة، لا أحصل عدد السنين الآن إلا أنها طويلة. بعدها نقلت للتدريس في كلية أصول الدين فترة مجيدة، ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء. ولما تمت الفترة النظامية عدت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء، ولا أزال في هذا الحقل. ما شاء الله. أنشطة فرعية أخرى؟ الأنشطة الفرعية الأخرى مشاركة في تضوية حياة كبار العلماء كما نوضتم، مشاركة في عمومية المجمع الفقهي في مكة المكرمة، مشاركة في مؤتمرات مختلفة في الداخل والخارج. التدريس في المسجد كما أشرنا سابقا، إلقاء محاضرات في مختلف الجهات في المدارس وفي المساجد وفي الأمثلة المناسبة. أيضا عضوية في لجنة الإشراف على الدعاة في التوعية الإسلامية في موسم الحج. حياكم الله. ذكرتم بيتنا العزيز أن بعض أنشطتكم ينحصر في إمامة والخطابة في أحد مساجد الرياض، لعل هناك انطباع لدى فضيلتكم بالنسبة للإمامة وبالنسبة للخطابة، كيف ترون أن يكون الإمام، كيف ترون أن يكون الخطيب؟ ذكر الفقهاء رحمه الله ما يشترط في الإمام والخطيب، لأن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، ومن أهم ذلك أن يكون مجيدا لقراءة كتاب الله عز وجل، عارفا بمعانيه، وأن يكون فقيها ولو على الأقل في أحكام الصلاة ما يلزمها وما يحتاجه الإمام في صلاته. هذا الحظ الأدنى، وإلا فإنه ينبغي أن يكون فقهه أوسع من ذلك. لا بد أن يكون متحليا بتقوى الله عز وجل قدوة حسنة، لأنه سمحا للقدوة والناس ينظرون إليه نظرة اقتداء، وهو مؤتمن على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام، ليكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ناصحا للمسلمين، أن يكون محافظا على أداء عمله، لا يتخلف عنه إلا لعذر شرعي. هذه من أهم الأمور في الإمامة، أن ينشر الوعي في مسجده وفيما حوله عن طريق الخطب وعن طريق الدروس وعن طريق المواعظ، أن يكون ناشرا للفقه وناشرا للدعوة إلى الله عز وجل في بسيطه على الأقل، وإلا فالمطلوب منه أن يتسع نشاطه إلى أكثر من ذلك. بعض المأمومين يتجه إلى الإمام للاستفتاء، رأيكم فيما يكون عليه الإمام والحالة هذه؟ هذا حسب
إمكانية الإمام العلمية. وإذا كان الإمام عنده إمكانية علمية فالغالب والحمد لله أن الخطبة في الجوامع مثل الجوامع التي في المدن أنه يكون من المتخرجين من كلية الشريعة أو كلية أصول الدين، فالغالب أن عندهم الاستطاعة. وعلى كل حال حتى وإن كان عالما فإنه لا يجوز له أن يفتي إلا في حدود علمه. فإذا سئل عن سؤال وعنده علم صحيح من الإجابة فإنه يجيب، أما إذا لم يكن عنده إلمام بالإجابة ولم يكن عنده استعداد فإنه يحرم عليه أن يفتي بغير علم، لأن الفتوى أمرها خطير جدا. كان من الدكتور صالح يقول يجب على الإمام أن يكون مستعدا لاستقبال فتاوى المأمومين إذا كان عنده الاستطاعة. أما إذا لم يكن عنده الاستطاعة فإنه لا يجوز له أن يستقبلها، بل عليه أن يتوقف عنها وأن يحيلها إلى من هو أعلم منه، لأنه لا يشترط في الإمام مثلا أن يكون مفتيا أو أن يكون في الصلاحية الإفتاء، كفى أن يكون إماما وقائما بالإمامة. فإن إضافة إلى ذلك أن يكون عنده شيء من الفقه والعلم فهذا شيء طيب. بارك الله فيكم. ضيفنا له أنشطة إعلامية، هل تتفضلون بالتنويه عنها؟ أنا ما أفضل أنوه عن أعمالي. والله سبحانه وتعالى هو المطلع عليها، ولكن لما سألتم يذكر شيئا منها. تفضل. كما تعلمون أنا عضو في برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج المفيد الحمد لله. كذلك ألقي أو أتولى بعض البرامج العلمية مثل برنامج الفقه الإسلامي. قد سجلت فيه الحمد لله من أول الفقه إلى آخره حسب ما هو عند الحنابلة على أبواب الفقه، وهذه الحلقات التي سجلتها لعلمكم أنني احتفظت بنصوصها ثم كنت والحمد لله بتغييبها وتنسيقها، وطبعت الآن في كتاب، طبعت في كتاب، والكتاب يوزع عن طريق الرياضة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والآن لما عندي برنامج بدأت فيه وأسأل الله أن يعين على إكمانه، هو برنامج قضاء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ويتخلل ذلك بعض الحلقات حسب الطلب والضرورة إذا طلب مني المشاركة وعندي استعداد فأنا أشارك. بارك الله فيكم. نقف قليلا عند الأضواء على فتاوى ابن تيمية. وأنتم تتفقحون هذه الفتاوى ماذا بدر لكم وأنتم تكتبونها؟ هذه الفتاوى بحر مجاهر في العلم والتحقيق والدقة والأمانة العلمية. ساعة العتق عند هذا الإمام الجليل رحمه الله الذي يقرأ في كتبه ومؤلفاته خصوصا هذه الفتاوى تطلع منها على العلم العجيب، فهذا والله أعلم نتيجة التقوى والورع والنصح على إرشاد المسلمين والحرص على المحافظة على دين الله عز وجل والدفاع عن الشريعة. هذه الفتاوى بحر غزير في العلم والتحقيق في مختلف أبواب العلم، في باب العقيدة، في باب الفقه، في مختلف العلوم الضرورية من علوم الشريعة. ودوري في
في هذا البرنامج أنهم يقتطفوا منها ما يتيسر. نعم. وألقيه من خلال هذا البرنامج. نعم. لعل الله أن ينفع بها. اللهم. ولست أدعي أنني أحيط بكل في هذه الفتاوى، ولكن من يقتطف منها ما تيسر ويخف على السامعين. نعم. ويستفيدون منه، وإلا فالبحوث غزيرة تحتاج إلى متخصصين. نعم. متخصصين من الذين يتابعونها ومن المستمعين لمن ينقلون منها أو ينقلون منها إلى أسماء الناس. نعم. تحتاج إلى متخصصين. نعم. ولكن نحن نأخذ ما يقرب فهمه. طيب. منها. ضيفنا أيضا له أنشطة إعلامية لم يذكرها، لماذا؟ الأنشطة الإعلامية المهمة أنا ذكرتها. ماذا عن الأنشطة الصحفية؟ الصحفية أنا لست صحفيا، ولكن لقصدت الضرورة أحيانا التنبيه على موضوع من المواضيع أو في مناسبة من المناسبات، كتبت فيه ما تيسر لي أو بحث فيه شيء من الأخطاء التي تحتاج إلى تنبيه. نعم. فإنني أرى أنه لا يستعني أن أترك ذلك يمر بدون تعليق ليفاد. جزاكم الله خيرا. قرأ الناس لضيفنا كثيرا من الخطب التي قام بإلقائها في الجامع الذي يؤم الناس فيه، هل من كلمة حول هذا الموضوع والتنويه بشأن هذه الخطب؟ الحمد لله الخطب ما جاءت بجديد، ولكن محاولة أرجو الله عز وجل أن ينفع بها. كنت أكتب الخطبة وأحضرها وأعدها قبل إلقائها، ولما تجمعت لدي مجموعة كبيرة من هذه الخطب في خلال السنوات التي مضت، رأيت أنه من الأحسن أن تطبع وتبقى ليبقى النقل بها إن شاء الله، أن تساعد الخطب خصوصا الخطب المبتدئين. تبعت منها الحمد لله ثلاثة مجلدات هي الآن في الأسواق وفي تناول أيدي الناس. نعم. الذين يريدونها، والمجلد الرابع والحمد لله تحت الطابع الآن على وشك النهاية. نرجو الله عز وجل أن ينفع بها، فما هو إلا مشاركة أو إسهام بسيط في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. دكتور صالح، إذا قلت أن تلك الخطب كانت مرجعا للعلماء أيضا، ماذا تقولون؟ أنا لا أقول ذلك، أنا أقول أنها مرجع للمبتدئين أو لمن ليس عندهم الوقت الكافي لإعداد في مجال التأليف. أنا لست من هواة التأليف، ولكن هناك أشياء أكتبها للضرورة فقط. نعم. أو أكتبها لأسباب. طيب. فإذا تجمعت لدي رأيت أن إهمالها مضيعة. نعم. فأقوم بتهذيبها وطبعها، وإن شئت أن تسميها مؤلفات، وإن كنت أنا لا أرى أنها مؤلفات، وإنما هي بالأصح مذكرات أو أوراق. نعم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. مثل ماذا لو ذكرتم؟ والله أنا كما ذكرت أنا لا أكتب ابتداء، وإنما أكتب بالمدد بمسابقة إبداعية. نعم. منها قسم مقررات دراسية. طيب. تكلفوا بكتابتها. نعم. وأكتب قد كتبت الحمد لله مقررات العقيدة في مقررات الفقه،
ما هو معلوم الآن وبأيدي الطلبة في المعاهد العلمية وفي الثانويات وفي الكليات في المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالثانوية والمتوسطات في وزارة المعارف، هذا من ناحية الكتابة المنهجية. أما الكتابة الأخرى كما ذكرنا الخطب المنبرية وهي تتكون من أربعة مجلدات، المجلد الرابع الآن على وشك الظهور إن شاء الله. كتاب العقيدة تتكون من برنامج في العقيدة كنت ألقيه في الإذاعة بعنوان قبس من العقيدة الإسلامية. ظهر الآن الكتاب باسم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. كذلك المقالات والردود التي كنت تبدو في الصحف والمجلات كما مرت الإشارة إلى ذلك قريبا كنت بجمعها وتهييدها وتبويبها والآن هي تحت الطبع يمكن أن تظهر إن شاء الله في المجلد. طيب وهنا ملتموها ماذا لو سمحتم؟ البيان لأخطاء بعض الكتاب. طيب البيان لأخطاء بعض الكتاب. طيب بارك الله فيكم. الواقع كثيرة هي الأسئلة التي تتسابق إلى طرح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كيف لا والأنشطة متعددة واليوم ملتحم. لعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو كيف تقضون يومكم مع هذا الزحام العملي؟ نقضي اليوم حسب الأعمال المرتبة فيه. طيب متى يبدأ؟ يبدأ من الصباح، يبدأ من بعد صلاة الفجر. نعم. إذا لم يكن عندي في هذا اليوم محاضرات في الجامعة، يكون العمل في البيت نوع مطالعة أو مراجعة كتب أو كتابة دقوق تلقى مني الكتابة فيها من خلال مشاركاتي في المجالات التي ذكرتها. يستدعي هذا أن أعد بعض البحوث أو أن أقرأ بعض البحوث من مراجعتها أو غير ذلك. فالعمل مقسم إلى قسمين، إما عمل وظيفي يتمثل بالمحاضرات التي يلقيها في المعهد الآن للقضاء، وإلا عمل في تحضير بعض الأمور المطلوب تحضيرها أو النظر في مواضيع قد عدت من غيري وأنظر فيها ليبدي حولها فكرة أو أبدي ما عليها من تعديل. ثم يستمر العمل إلى متى من الليل؟ بدون تحديد يستمر العمل حسب النشاط وحسب الضرورة. إذا كان العمل يستدعي السرعة فأنا أواصل لأمكن حتى أنهي ذلك العمل بدون تقيد بوقت محدد. وإذا كان هناك أعمال أخرى يقصد الأمر إنجازها فإنني أنصرف إلى الأعمال الأخرى. هذا حسب الظروف وحسب المتطلبات. لكن غالبا يمتد العمل إلى متى من الليل؟ فترة من الصباح. فترة من الصباح. فترة من المساء. وأنا لست من يسهر الليل الحمد لله. إلى حدود الساعة العاشرة. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. لعل للليل معنى من المعاني، ماذا نجد عند فضيلة ضيفنا من هذه المعاني؟ نعم. للليل معنى من كثيرة، ماذا نجد عند ضيفنا من هذه المعاني؟
الليل لا شك أنه موسم عظيم لمن يريد استغلاله في الخير. نعم. فالليل ينبغي أن يأخذ الإنسان فرصته إلى راحة فيه، لأن ينام مبكرا، لأن يستيقظ في آخر الليل مبكرا مهما أمكن، ليقدم لنفسه من الصلاة والتهجد والوتر والاستعداد لصلاة الفجر والانشغال بذكر الله عز وجل في وقت السحر. فهذا ليل المسلم، ليل المسلم ينبغي أن يكون أوله نوم وراحة وآخره عمل وذكر لله عز وجل وأداء الواجبات حتى يستقبل المسلم نهاره بالنشاط. بارك الله فيكم. دكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، آمل أن تتفضلوا بإجابة دعوة البرنامج كيما نكمل هذا اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة كما سمعتم هو فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء. شكرا لضيفنا. فوزان الفوزان، كونكم عضوا في هيئة كبار العلماء، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن المسلم عضو في مجتمعه مهما كان، بقوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن في البنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم فهو عضو في مجتمع المسلمين، والعضوية في هيئة كبار العلماء هي جزء من هذه العضوية العامة. فالعضوية في هيئة كبار العلماء تعني أن المرشح لذلك يشارك في مع إخوانه في دوراته التي تنعقد، دورات مجلس هيئة كبار العلماء التي تنعقد حسب الحاجة، يشارك بآرائه ومجهوداته وإبداء رأيه في حل المشكلات التي تعرض على هذا المجلس من خلال برنامج معد لكل دورة، يشارك في إبداء النظر فيها ودراسة ما يحتاج إلى دراسته بعض القضايا وإعداد البحوث إذا تطلب الأمر، إعدادها في بعض المواضيع. هذه مهمة العضو في هيئة كبار العلماء. متى بدأت هذه العضوية؟ بدأت هذه العضوية منذ سنتين. ماذا أعددتم حتى الآن؟ حضرنا الحمد لله بعد مشاركتنا في هذا المجلس المبارك، حضرت كثيرا من دوراته من خلال السنتين الماضيتين، وقد تم الحمد لله من خلال هذه الجلسات او الدورات التي انعقدت اصدار كثير من القرارات في مواضيع مهمة طرحة للبحث والمداولة، وتوصل أعضاء المجلس إلى آراء صائبة إن شاء الله، وصدرت ضمن قرارات محررة ومطبوعة أو ستتبع إن شاء الله من خلال المجلة المتخصصة التي سمت مجلة البحوث
العلمية التي تصدر عن أمانة حياه كبار العلماء. نعم، هذه تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة. نعم، تصدرها الأمانة العامة لرئاسة كبار العلماء التي هي تابعة للرئاسة. نعم، هل نذكر بعضا منها، بعضا من تلك القرارات؟ قرارات أو أهمها إذا أمكن. قرارات كثيرة. نعم، ومتنوعة. نعم، لا يحضرني الآن شيء منها، لكنها كثيرة ومهمة. منها أشياء في مثلا حول زراعة الأعضاء وحكمها في الشريعة، حول إسقاط الجنين إذا خشي على أمه من الهلاك، قرارات حول بعض المعاملات المالية، وقرارات حول ما يسمى بالجوائز المسابقات التجارية أو غيرها، كلها من هذا النوع من الأشياء التي تهم المسلمين. إذا أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا مثل هذه القرارات، هل تدعو الأمة إلى تخفيف ما جاء في تلك القرارات من الحجة أو التحريم؟ لا شك أن القرار يصار على أسلوب فيه الحث للأمة على التزام ما جاء فيه. نعم، لأن يقال مثلا عرض على هيئة كبار العلماء ما هو كذا وكذا، وبعد دراسته والسداد الرأي فيه رأى المجلس أن الحكم الشرعي بخصوصه هو كذا وكذا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل كذا وكذا، أو أن هذا الأمر حلال مباح للمسلم أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. ماذا إذا أصدر المجمع الفقهي مثلا في المملكة العربية السعودية فتوى عن موضوع معين، ثم صدر فتوى في مجمع فقهي آخر في بلد إسلامي كأنه يعارض ذلكم القرار، كيف يكون الوفاق بين هذين القرارين أو بين هذين الاجتهادين؟ هذا يشكل الاختلاف بين المجتهدين وبين الفقهاء، سواء كان هذا على مستوى أفراد أو على مستوى مجامع فقهية. نعم، أن الخلاف والاختلاف في هذا موجود. موجود، فهو سائل أيضا، لأنه مطلوب من المسلمين ومن علماء المسلمين أن يجتهدوا وأن يتحروا الصواب والدليل. نعم، وليس كل واحد ملزما باجتهاد الآخر ما لم يكن الاجتهاد الذي صدر قد تبين دليله واتضح صوابه. نعم، أن إذا كان اتضح صوابه واستقام دليله فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفه. أما ما دام الأمر أمر محتمل في مجال الاجتهاد فإن الاجتهاد مفتوح له لعلماء المسلمين سواء على مستوى أفراد أو تبع المجال أو هيئات. نعم، المجال موجود. نعم، والغالب نعم، والغالب أنه لا يوجد خلاف الحمد لله، وغالبا من النظرات ستتعرض. طيب، لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحق. نعم، وخصوصا في الأمور المهمة. نعم، الأمور المهمة والأمور الأصيلة. نعم، فإن الغالب أن نظرات العلماء المعتبرين، ومن المعلوم أنه لا يخصص في هذه المجامع ولا يرشح لها إلا من كانت عنده أهلية وكان على مستوى من الدين والعلم، ولذلك يقل الخلاف الحمد لله في الأمور المهمة. أما الأمور الجزئية قد تختلف فيها الأنظار، وهذا الاختلاف غير إضافي والحمد لله، لأنه يرجع في هذه الاختلافات إلى الكتاب والسنة. طيب، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة لم يخل به وإن كان صاحبه مجتهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ
فله أجر واحد. نعم. لا. ماذا نقول للناس الذين يريدون أن تكون الفتاوى تجاه قضايا معينة متحدة؟ نقول لهم هذا لا يمكن. لا يمكن أن تتحد الفتاوى في كل شيء وأن يكون كل شيء يبنى عليه. عندهم ممكن. طيب. الخلاف وجد بين الصحابة في المسائل الفرعية والمسائل الاجتهادية. نعم. ولم يعد بعضهم على بعض. إننا هناك أمور لا يجوز الخلاف فيها كأمور العقيدة وأمور أصول الدين. هذه أمور الحمد لله لم يقع فيها خلاف. إنما الخلاف في الأمور الفقهية التي هي محل للاجتهاد والنظر. إذا قال أحدهم مثلا بأي القولين أعمل ماذا نقول له؟ نقول له إن كنت عالما فعليك أن ترجح ما قام عليه الدليل. أما إذا كنت عاميا أو مبتدئا فعليك أن تسأل أهل العلم وأن لا تأخذ بهذه الأقوال وإنما ترجع إلى أهل العلم. إذا أولئك الذين يدعون الحيرة ماذا نقول لهم؟ نقول لهم هذا الكلام: لو كان عنده الأهلية والعلم والخبرة بالترجيح فإنه ينظر في هذه القرارات أو في هذه الفتاوى فيأخذ منها ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان عاميا أو مبتدئا من طلبة العلم الذين لا يحسنون النظر والترجيح فإنه لا يأخذ بشيء منها حتى يسأل أهل العلم. يسأل أهل العلم. نعم. إذا لا مكان للحيرة والحلقة. لا مكان للحيرة. والله جل وعلا يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب. المفهوم الآية أن العالم أنه يجتهد حسب علمه. نعم. وأن الذي لا يعلم يسأل أهل العلم. طيب. وبهذا تجيب الحيرة والحمد لله. بارك الله فيكم. دكتور صالح، هذه القرارات التي تصدرها هيئة كبار العلماء الجميع يتمنى أن يطلع عليها، ما هو رأيكم فيما إذا كانت هذه القرارات في متناول أيدي الناس، بمعنى أن تنشر في الصحف تكون قريبة من الناس؟ هي كما أشرنا تصدر في مجلة متخصصة جدا، نعم، تسمى مجلة البحوث العلمية، وهي في متناول الأيدي حسب علمي توزع على الجهات العلمية والأنصاف العلمية، وتطرح هذا في الأسواق، تطرح في المكتبات حسب علمي، وأنها كونها تنشر في الصحف أو فهذا لا أرى أنه يكون مناسبا. لماذا؟ لأن هذا فيه اتباع لهذه القرارات واتباع لهذه التوصيات التي صدرت عن هذه المجامع. نعم. وإنما تكون في مجلة متخصصة، تكون في مجلة متخصصة ومحتضر بها لدى أمانات هذه المجالس، ومن أراد أن يطلع عليها واحتاج إلى شيء منها عليه أن يرجع إلى أمانات هذه المجالس ويطلب منها. نعم. إذا كونها تنشر وتبقى في متناول أيدي الجميع ترون أن هذا يجعلها رخيصة مثلا؟ رخيصة يبتلى له، هذا غير مناسب أيضا، وهذا غير مناسب لأنها قد يستهان بها أو تطرح في أماكن أو لا يهتم بها. نعم. طيب ما هو الحال في الصحف والمواضيع التي تنتج؟ لأنها تعتبر، نعم، لأنها تعتبر من جملة زوايا الصحف، في تطرح في يومها ثم تطرح ولا يلتفت إليها. فهذه البحوث العلمية وهذه الأجوبة الفقهية والمحررة والمتضمنة للنصوص يجب أن يعتنى بها، أن تضع في كتب ومجامع أو في مجلات متخصصة يختبر بها. أنا رأيت كثيرا منهم يتبعون على الصحف ويرون فيها مواضيع مناسبة يأخذون تلك القصاصات ويحتفظون بها في بيوتهم، ألا ترون أن الذي يقدر قيمة الفتوى أو قيمة القرار العلمي أن يقتصر من الجريدة ويحتفظ به؟ هذا طيب، لا، هذا واجب كل مسلم إذا رأى مقالا دينيا أو رأى آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريدة معرضة للطرح والامتهان أن ينزع هذا المقال أو هذه الآية أو هذا الحديث، أن ينزعه منها إكراما له وصيانة له
عن الابتذال، هذا من الناحية. الناحية الثانية يستفيد منه هو مستقبلا، فلو أن الإنسان اهتم بهذه الأمور وجمعها فتحصلت عنده حصيلة علمية من خلال ما يمر عليه من هذه الجرائد وهذه المجلات، من جمعها فتحصل لديه حصيلة علمية يستفيد منها في المستقبل ويستفيد منها غيره. حياكم الله فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كما أنكم عضو في هيئة كبار العلماء أيضا أنتم عضو في قائمة المفتين في برنامج نور على الدرب الذين يستقبلون مختلف الرسائل من مختلف المستمعين الكرام ومن كافة أقطار العالم، أستطيع أن أقول هذا. هل هناك من قضية عرضت عليكم سواء كنتم في الهيئة أو كنتم في برنامج نور على الدرب ولم تجدوا لها حلا في فقهنا الإسلامي؟ أما أنها تعرض مسألة أو مشكلة ولا يوجد لها حل في الفقه مطلقا فهذا غير وارد. الحمد لله، لأن الحلول والحمد لله موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفقه المستنبط من هذين الأصلين العظيمين، وأيضا الكتاب والسنة كفيلان بحل المشاكل إلى أن تقوم الساعة. وحتى ما لا يوجد في كلام أهل العلم أو في استنباط أهل العلم السابقين فإن الكتاب والسنة كفيلان ومحتفظان أيضا بحل هذا المشكل عند النظر الصادق وعند الرجوع إلى الكتاب والسنة من دون اختصاص. فإن الحل موجود الحمد لله، ولكن نعم قد يكون في الوقت الحاضر ليس عند الشخص أو ليس عند هذه الجماعة أو هذا المجمع في الوقت الحاضر النظر الكافي أو لم يتبين لهم وجه الصواب في ذلك فيؤجلوا لهم يعد له بحث أو بحثان أو أكثر من ذلك حتى يكون أعضاء المجلس على اطلاع تام بالملابسات القوية ومن الأحكام الشرعية. نعم قد لا يتضح النظر في هذه الجلسة أو في هذه الدورة لأن الأدوات غير متكاملة، فيؤجل إلى جلسة قادمة حتى يستوفى به المطلوب. حتى يستوفى البحث والنقاش والموضوع. بارك الله فيكم. إذن أستطيع أن أقول من خلال ما تفضلتم به أن المسلم يجب أن يكون على ثقة تامة بأن دينه مستوعب لجميع ظروف الحياة. الحمد لله، هذا شيء تكفل الله تعالى به في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ولا يكون بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا، ويقول سبحانه وتعالى كتاب نقلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله جل وعلا أخبر عن كمال هذا الدين، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا الدين كامل بمعنى أنه لم يترك شيئا من حاجة المسلمين إلى أن تقوم الساعة إلا وفيه حله وبيان وجه الصواب فيه. بارك الله فيكم. دكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، أيضا لكم اتصال بالناس عبر الجامعة، عبر ما درستم في الكلية، عبر ما درستم في المعهد العالي للقضاء، لا بد أنكم خرجتم من خلال هذا بانطباع معين لدى الطلبة. أي شيء يهتمون به أكثر ويبحثون عن حلول له في فقهنا الإسلامي؟ والله من خلال تدريسي للطلبة في السنين التي مرت ألمس الخير الكثير والحمد لله من خلال الأفواج الطلابية التي مرت، فيهم الخير الكثير. لا أقول إن الكل بالكل على حد سواء،
لكن أقول فيهم والحمد لله الخير كثير والخير والحمد لله يزداد، والحرص على التحصيل لديهم كثير وكثير الحمد لله. وعلى مجال العمل الآن الذي يتولوا الأعمال القضائية والتدريسية وغيرها من الأعمال أحدث جدارة فائقة ولله الحمد في مجالات أعمالهم، ما يدل على أنهم قد تأهلوا من هذه الدراسات واستفادوا منها. وألمس الكثير من الرغبة في دراسة الفقه على وجه الخصوص والتمعن فيه، وهذا طبعا بعد إتقان أمور العقيدة ومسائل العقيدة، لأنها هي الأصل، لأن العقيدة هي الأصل، فيهتمون بالدرجة الأولى في أمور العقيدة، ثم يهتمون في الأحكام العملية التي هي مجال الفقه، ويهتمون أيضا بمختلف دروسهم عموما، لأنها كلها فنون كلها بحاجة إليها. إلا درس التفسير مثلا، أو درس الحديث، أو درس النحو، أو درس البلاغة والعلوم العربية، كل هذا مما يساعد بعضه بعضا وينمي المدارك لدى طالب العلم، حتى يكون عنده أدوات من كل فن يحتاج إليه. إذن التركيز كان لدى الطلبة على أو الرغبة الأكبر كانت في الفقه الإسلامي. في الفقه الإسلامي، ونعني بالفقه الإسلامي ليس المراد بالفقه الإسلامي فقط الأحكام الفرعية. الفقه الإسلامي يعني العقيدة، يعني التفسير، معرفة كتاب الله عز وجل، لأن الفقه معناه لغة الفهم. الفقه الإسلامي يعني معرفة معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأقوال أهل العلم واستنباطاتهم. هذا هو الفقه الإسلامي بوجه عام. بالنسبة للمناهج التي قمتم بتدريسها فضيلة الدكتور صالح، ما هي وجهة أنظار الطلبة حول هذه المناهج؟ هذا كما أشرت، أنا درست والحمد لله، وبسبب طول مدة التدريس التي جعلتها درست غالب المواد المقررة. فقها وتفسيرا وحديثا، وحتى علم النحو أيضا درسته ما شاء الله. فالحمد لله من خلال تدريسي ألمس من الطلاب الرغبة الشديدة في التزود من العلم ما شاء الله، وألمس منهم أيضا راحة البال والاطمئنان إلى دينهم وإلى شريعة ربهم. يظهر هذا من خلال تعاملهم معي ومع غيري من إخواني المدرسين، كلهم يكون هذا والحمد لله. إذن ليس لدى الطلبة إشكال حول المناهج، لم يمر طالب أو طلبة يقولون نريد أن تكون المناهج بأسلوب حصري حديث ما إلى ذلك من هذه العبارات؟ لا، سمعنا شيئا من هذا، وإن وجد شيء من هذا فهو في النوادر الذين لا حكم لهم. النادر يقولون لا حكم لهم، لكن الغالبية هو جملة الطلاب مرتاحون من هذه المناهج جدا. الحمد لله. وهذه المناهج والحمد لله أثبتت جدارتها منذ أن وضعها علماؤنا رحمهم الله من أول تأسيس هذه المؤسسة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود إلى وقتنا الحاضر وإلى المستقبل إن شاء الله. والناس مرتاحون، والذين ارتادوا هذه الجامعة يصبرون مرتاحين جدا لما وجدوه فيها من الخير وخلال هذه المناهج. فلو كانت هذه المناهج أو كان شيء منها غير مجد وغير مفيد لما استمرت
طوال هذه السنوات. صحيح. ولما كانت حصيلة الطلبة وجودتهم بهذه النوعية. نعم. ضيفنا العزيز الوقت يسابقنا والأسئلة لا زالت تتوارد على الخاطر، ولا سيما وأنكم مارستم الحياة الإسلامية بما تعنيه الكلمة من معنى، عشتم فكر الأمة، قمتم بالإجابة على كثير من قضايا الناس. لا بد وأن هذا ترك في نفسكم انطباعا من خلال ممارستكم أيضا للفتوى في برنامج نور على الدرب وفي هيئة كبار العلماء، ماذا عن المذهب والمذهبية وماذا يقول الناس عن هذا؟ المذهب والمذهبية إن كان المراد التعصب لقول شخص معين أو التزام مذهب شخص معين فهذا لا يجوز. أما إذا كان قصد من ذلك المستفيد من أقوال أئمتنا وعلمائنا ونطلع على فكرهم ومجهوداتهم ونتأسى بهم بعملهم ودعوتهم فهذا شيء طيب. مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبنا مذهب الأئمة الأربعة الذين هم من خيار أئمة أهل السنة والجماعة. نحن لنا مذهب والحمد لله على مذهب السلف الصالح في الوصول والفروع، والذي ليس له مذهب هذا ليس له دين تقريبا. لا بد المسلم أن يكون له مذهب وهو المذهب والمنهج الصحيح السائر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنه لا مذهبية على إطلاقه فهذا قول لا يجوز. لا مذهبية لما التعصب وأخذ قول رجل معين ولو أخطأ ورفض أقوال الآخرين هذا نعم لا مذهبية، وهذا لا، هذا نفس القائل هذا ليس لا شيء، نفسه هو لا شيء. لكن لا مذهبية بمعنى أننا نترك مذهب السلف ونترك ما كان عليه جمهور هذه الأمة أو إجماع هذه الأمة فهذه دعوة باطلة. إذن قولنا نقول إن هناك مذهب لا بد أن نسير عليه، هذا القول صحيح، لكن أن نتعصب لمذهب معين من المذاهب هذا غير صحيح. خطأ إذا وصوابه لا غير صحيح. غير صحيح. بارك الله فيكم. شيخ صالح، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالمشاركة في حلقات هذا البرنامج، وآمل أن تتاح لنا فرص أخرى كيما يكون لقاء ولقاء، وأنتم على خير إن شاء الله. بارك الله وحياكم الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة وفي حلقة سبقت مع فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لضيفنا وشكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.